اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم معنا في اخبار الظهيره مباشره على الاولى. اليكم ابرز العناوين. تسجيل اول حاله اصابه مؤكده بالمتحور اوميكرون لدى مواطنه مغربيه بالدار البيضاء، حالتها الصحيه مستقره، الامر الذي يستدعي منا جميعا الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائيه والانخراط في الحمله الوطنيه للتلقيح. أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة في معظم دول العالم، وعدد من الدول الأوروبية تشرع في تلقيح الأطفال دون سن 12، ودعوات أوروبية لاتخاذ إجراءات صارمة بشكل عاجل لمواجهة هذا الوضع. الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا كانت لها انعكاسات على قطاع النسيج ببلادنا، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة تبحث عن تعزيز الصادرات نحو أسواق جديدة في بلدان شمال أوروبا. أهلا بكم. بداية، انعقد صباح اليوم مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تدارس في بدايته مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي. إثر ذلك تدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم النقل واللوجستيك. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة، حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق. فرح سعد. الحالة التي أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إصابتها بمتحور أوميكرون تم اكتشافها عقب تتبع بؤرتين وبائيتين بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بشابة في الثلاثينيات من العمر لم يسبق لها أن غادرت التراب الوطني. هذه حالة ليس بوافدة، هي حالة يعني تقطن بالدار البيضاء، ما عندهاش سبق لها بأن كان عندها سفر أو دخلات من على برا، فهذا يدل على أن المتحور ينتمي الى مدينه الدار البيضاء. الاجراءات اللي كانت تاخذوا في هذه المساله بهذا الصدد، هذو هما الاجراءات اللي موالفين عاديين في اطار التصدي والترصد في الحاله ديال الوبائيه. تبقى الاوميكرون معروف على المستوى الدولي بانه هو متحور سريع الانتشار، ولهذا كيبقى السبيل الوحيد هو الالتزام الصارم بالاجراءات الاحترازيه. الحمد لله الحالة الوبائية متحكم فيها، ظهرت بعض الإصابات الجديدة اليوم، كنشوفوا بأن كاين واحد الارتفاع بطيء ولكن يقدر ما بين الآونة والأخرى يولي سريع. وتخضع الشابة الحاملة لمتحور أوميكرون حاليا للرعاية الصحية، وتؤكد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن حالتها مستقرة لا تدعو للقلق. وللمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء البروفيسور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية. إذن بروفيسور، شنو كيعني تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بأوميكرون في بلادنا؟ أولا وقبل كل شيء، احنا تنعرفوا بأنها كانت مسألة وقت، والدولة ديالنا وبلادنا خدات تدابير استباقية للحد من الانتشار، وهي تعليق الرحلات، وهي الرجوع ديال المغاربة المقيمين بتدابير صارمة. وهذه الحالة فهي حالة محلية كما وقع في جنوب إفريقيا، فاش تكون حالة محلية كما شار ليه السيد وزير الصحة أنه تتخذ جميع التدابير اللي موالفة تديرهم الدولة ديالنا ووزارة الصحة، أي متابعة ديال المخالطين. إذن وزارة الصحة علنات قبل من هاد، دارت في بلاغ قبل ما تظهر هاد الحالة، بلاغ تتحت فيه الناس على الاحترام الصارم للتدابير الاحترازية
لحقاش شنا كاين التراخي، والتراخي شناها شعطى في بلد بحال بريطانيا اللي ولات تسجل 77 ألف حالة في النهار. نعم. إذن فمن واجبنا احترام تدابير الاحترازية، وهما الوضع السليم للكمامة والتبديل ديالها كل أربع ساعات، وكذلك الغسيل والتعقيم ديال اليدين كل نص ساعة. وهنا دراسة في بريطانيا كشفت بأنه فاش تديروا هذه التدابير بحال هكا الاحترازية فتنقصوا من العدوى تل 90% خصوصا. نعم. وأننا في فصل الشتاء كاينين فيروسات أخرين اللي هما الرينو فيروس، لادينو فيروس، والفيروس ديال لاغريب. إذا الناس تيحميهم هاد التدابير حتى من هاد الفيروسات. كذلك تسريع عملية اللقاح، لحقاش راه كيما شار ليها أيضا سيد وزير الصحة، فكاينة حماية للحالات المستعصية باللقاح ما بين 75 حتى 80%. المشكل ديال الفيروس ديال كورونا راه هو الحالات المستعصية اللي تتوصل للإنعاش. نعم. مرحبا. طيب، المؤشرات الوبائية في المغرب كانت إلى هذه الأسابيع الأخيرة في المستوى الأخضر، واش نقدروا نقولوا أننا نقدروا نوصلوا لانتكاسة وبائية لا قدر الله إذا لم يتم احترام هذه التدابير؟ هذه حاجة واردة تتبقى دابا الدولة، باش نكونوا واضحين، الدولة دارت اللي عليها، وتنعرفوا بأنه حتى التدابير اللي تتخذ الدولة ومن مثلا تعليق الرحلات فهو ماشي سهل، راه عنده تداعيات نفسية. الناس اللي كانوا بغيو يرجعوا يشوفوا والديهم، الناس اللي كانوا بغيو يمشيوا يشوفوا وليداتهم، عنده تداعيات اقتصادية بالنسبة للناس ديال السياحة، وخصوصا أنه هادشي في أواخر السنة. فالدولة خدات هذا القرار اللي تتعطي الصحة أولا، وحنا تنعرفوا بأنه التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده هي الصحة أولا، ولكن راه عندنا واحد الواجبات علينا كأفراد، أننا خصنا نديروا المسؤولية الفردية ديالنا. المسؤولية الفردية ديالنا تتجلى بالاحترام ديال التدابير الاحترازية، وتتجلى في تسريع عملية التلقيح. وباقي لينا باش يعرفوا الناس 4.5 مليون ديال الناس اللي خصهم يتلقحوا بالجرعة الأولى والثانية. نعم. و4 مليون ديال الناس اللي وصلتهم الجرعة الثالثة وما ما داروهاش، راه خص الناس يعرفوا بأنه إلا عطينا أرقام وأرقام ديالنا أنه يالله 22% من الناس اللي فايتين ما بين 60 و64 عام اللي داروا الجرعة الثالثة، وأخطر من هذا الناس اللي فايتين 65 عام اللي هما معرضين للمرض الخطير واخا بأوميكرون، يالله 27% اللي داروا الجرعة الثالثة. إذا نناشد من هذا المنبر ديالكم جميع المواطنات والمواطنين، الله يخليكم، احترموا التدابير الاحترازية، ديروا اللقاح ديالكم، لا الجرعة الثالثة المدعمة لا الأولى والثانية. علاش؟ ما تمتشكونش عندنا شي انتكاسة وبائية، لحقاش هذه اللي مسؤولية فردية تتحافظ على صحتك إياه، ولكن تتحافظ على الجماعة باش ما نرجعوش مضطر الدولة أنها تدير تشديد الحجر نظرا للتداعيات ديالو، لا النفسية علينا كل شيعية، لا كذلك التداعيات الاقتصادية. وحنا الحمد لله وليداتنا دابا تيقراو حضوري، وراه بغيناهم يبقاو يقراو حضوري، وباش يبقاو يقراو حضوري خاص تبقى الحالة الوبائية مستقرة. إذن هاد أول حالة ديال أوميكرون فهذا ناقوس ديال الخطر، وإلا شعلت لنا هاد الناقوس ديال الخطر خصنا نتحملوا المسؤولية ديالنا كما الدولة ديالنا راها متحملة المسؤولية ديالها. نعم. طيب بروفيسور، من الناحية العلمية شنو اللي كيخلي هاد المتحور الجديد خطير جدا ودق ناقوس الخطر كما قلتي؟ لا، هاد المتحور قلتوها أنتم في التقديم ديالكم أنه هذه شابة في الثلاثينيات الحالة ديالها مستقرة. فاش يقيس واحد اللي صغير وهذا غالب الأحياء الأمور تدوز مزيان، ولكن وأنا تنقول لك بأنه راه يالله 27% ديال الناس اللي فوق 65 عام اللي عندهم ضعف المناعة اللي ملقحين. إذن إلى جال هادو فغادي تكون عندنا حالات حرجة، وغادي تكون عندنا وفيات. شوف الله يخليك، حنا المنظومات الصحية المتقدمة بحال بريطانيا بحال هذا دقونا ناقوس الخطر. اليوم فرنسا غتعلق باش ما يدخل عندها حتى شي مواطن من انجلترا. إذن هادو اللي عندهم المنظومة قوية تيتخذوا هاد التدابير الاحترازية،
وحنا اللي عندنا المنظومة الصحية هشة وعندنا الموارد البشرية اللي من مارس 2020 هما واقفين ناقصين حنا، ويعرفوا الناس بأنه يلا عندنا 5500 سرير ديال الإنعاش. إذن أرى 5500 سرير دغيا تعمر، ولهذا هاد كما سريع الانتشار يقدر الناس يقيسهم اللي عندهم مناعة ناقصة ويديروا حالات مستعصية، وهذا غادي يجعل أنه تكون عندنا اضطراب في المنظومة الصحية. والناس الله يجازيهم بخير راه ما عندناش عير كورونا هي اللي تداوى، عندنا بزاف ديال الأمراض أخرين اللي خص يمكن التتبع ديالها. إذن هاد الأمراض الأخرين فاش يجي كورونا تضطر الدولة أنه أقسام اللي مخصصة الأمراض أخرين أنها تجعلهم مخصصين الكوفيد. ولهذا راه القضية واضحة ما فيها حتى شي حاجة، راه حنا خصنا ندقوا ناقوس الخطر. راه المنظمة العالمية ديال الصحة 48 ساعة قالت رجعات قالت خطير لأنه سريع الانتشار. ولهذا تنهيبوا بجميع المواطنات والمواطنين أنهم الله يخليكم احترموا التدابير الاحترازية، والله يخليكم ديروا اللقاح ديالكم باش تحافظوا على الصحة ديالكم ونحافظوا على الجماعة. راه حنا ضر الاقتصاد ديالنا وراه نفسيا ضرينا وما بغيناش نرجعوا للحجر أكثر تشديد. رسالة واضحة بروفيسور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. ومع ظهور أول حالة إصابة بأوميكرون ببلادنا، المتحور الذي ينتشر بشكل مقلق عبر العالم، وللحفاظ على المكاسب التي حققتها بلادنا في مواجهة الوباء، يبقى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل السلطات ومواصلة تلقي جرعات اللقاح، وخصوصا الجرعة الثالثة، طوق النجاة والسبيل الوحيد للحماية من انتقال العدوى. من قلميم روبورتاج حافظ محدار وجمال الخصاصي. ظهور أول حالة للإصابة بمتحور أوميكرون بالمملكة مستجد يفرض رفع درجة التأهب والحذر لتلافي تفشي هذا المتحور شديد الانتشار. التراخي المسجل في الأسابيع الأخيرة على مستوى التقيد بالتدابير الوقائية أمر يسائل وعي المواطن ودرجة إدراكه لخطورة ظهور المتحور الجديد الذي قد يسبب انتكاسة وبائية جديدة، ويعصف بذلك بالمكتسبات المحققة. اليوم ملزمين كمواطنين مغاربة أننا نتبعوا الإجراءات الصحية اللي متخذها وزارة الصحة، حيث كما كتشوف ديما العالم ديما كاين متحور جديد، ديما كاين كيفرض علينا أننا ديما نكونوا أخذين الحيطة والحذر. كما كتشوفوا هذا المتحور الجديد ديال أوميكرون اللي دخل بلادنا تسجلت تقريبا اليوم أول حالة، كتفرض علينا نلتزموا ديما بإجراءات الصحية. كنصح الناس باش يديروا الكمامة وديالهم ويلتزموا شروط ديال الوقاية، وبغيناش نرجعوا لنقطة صفر، وبغينا حياتنا الطبيعية إذا خاصنا نتحدوا كاملين. متحور أوميكرون دخوله للمغرب يستدعي اليوم أن نقف وقفة يعني جدية مع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمام إلى غير ذلك من كل يعني الوسائل الوقائية، خاصة وأن كل يعني التقارير تؤكد على سرعة انتشار هذا الفيروس، وتعزيزا كذلك لجميع الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية مشكورة والتي تأهبت بشكل استباقي بغلق مجال الجوي. اليوم على المواطن كذلك أن يتحمل مسؤوليته في يعني الإجراءات الاحترازية. وفي ظل المكتسبات التي راكمتها المملكة في معركتها ضد الوباء، يبقى الرهان على درجة وعي المواطن وانخراطه بكل جد ومسؤولية وحس وطني في جهود كبح جماح الجائحة العالمية. وللمزيد من المعطيات حول المتحور الجديد أوميكرون، ينضم إلينا مباشرة من قلميم الدكتور حسين الشفدي طبيب عام. إذن دكتور، أول إصابة بالمتحور أوميكرون في بلادنا، شنية آخر المعطيات العلمية المتوفرة حول هذا المتحور؟ شكرا سيدتي على الاستضافة. بالنسبة للمتحور أوميكرون، كما نعلم مؤخرا بأنه
هو متحور ديال فيروس كوفيد وهو شديد الانتشار، هذا هو الخاصيه ديالو، كينتشر اكثر بكثير من ذاك المتحورين اللي دازوا. إذن هو خص الانسان يعرف بان راه هذه الخطوره من هذا الانتشار هذا. ثانيا يقال انه اقل فتكا، ولكن اقل فتكا بالنسبه للانسان صحيح، ولكن اللي نقص ليه المناعه ديالو وما اكثرهم من مرضى السكري ومرضى السرطانات ومرضى نقصان المناعه المكتسب والغير مكتسب تولي خطير جدا. إذن هذه الخاصية ديالو أنه سريع الانتشار، خصنا نردو منه البال بكثرة. نعم، طيب هذا المتحور دكتور كينتشر بشكل كبير في دول العالم ودول الجوار كذلك، شنو هي الوسائل اللي خصنا نعملوا باش نحافظوا على المكتسبات اللي حقتها بلادنا في مواجهة الوباء؟ كما فعلكم بأنه الحمد لله بلادنا دارت مجهود كبير باش تحقق تقوي المناعه ديال هذه البلاد وتحميها، من جملتها التلقيح. التلقيح هو عامل مهم جدا جدا في هذا الوقايه من هذا المرض هذا، لان ما عندناش الا هذا التلقيح هو اللي ضروري. وكننصحوا الناس بانه اللي ما تلقحوش يمشيو يتلقحوا، واللي بقات لهم الجرعه الثالثه ضروري خص يديروها باش يحميوا انفسهم، لانه ما عندناش شي وسيله اخرى الا هذا. والتلقيح دائما تبتت التجارب بانه كيعطينا نتيجه جيده في جميع التلقيحات اللي درنا، وهذه كذلك رشنا كيفاش الحمد لله بلادنا تخطات هذه المراحل الصعبه اللي شفنا كاملين من وفيات وكلش، تخطاتها بهذا التلقيح اللي دارت. كذلك يجب على الناس يبقاو واقفين على ذاك التدابير الاحترازيه ضروريه الدار، من كمامه، من تباعد بين الاشخاص، ومن غسل اليدين. هاد المسائل كنشوفوها جد بسيطه ولكن كتحمي البلاد. نعم. كتحمي المنظومه الصحيه ديالك. كتعرفوا الا جاب الله يحفظ انتشر هذا الاوميكرون هذا، راه المنظومه الصحيه ديال البلاد تتولي في خطر، وغيولي ثاني الاغلاق، وغيولي ثاني المشاكل اللي كنا عشناها والمات الناس كثير. اذا تفاديا لهاد المشاكل والمصائب اللي نشوفوا راه بيدينا الحل بيدينا هو التلقيح ضروري. والتلقيح الحمد لله ولله الحمد متوفر للجميع. اذا التلقيح ضروري، ثم التدابير الاحترازيه راه ضروريه الدار، من كمامه ابسط شيء، من اللي بغى يجي كمامه يدير يرزع على نيفو اللي يسد نيفو. كذلك واحد المساله تعرف بانه هذه الكمامه وهذه التدابير كتحمينا ماشي غير من كوفيد، حتى من لا غريب سيزونيير الانفلونزا الموسميه، وكتحمينا من جميع الامراض اللي نقل عبر الجهاز التنفسي. اذا بزاف ديال الفوائد فيها الكمامه والتباعد وسميتو غسل اليدين. نعم، شكرا لكم دكتور. نعم تقلب الجو بزاف. نعم، شكرا لكم دكتور الحسين الشفادي طبيب عام، كنتم معنا مباشره من قلميم. ونظرا لتطورات الوضع الوبائي عبر العالم، ستتم اعاده العمل بتعليق الرحلات الجويه للمسافرين في اتجاه المملكه. وفي هذا الصدد قررت السلطات المغربيه انهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب والذين ظلوا عالقين بالخارج من العودة إلى المملكة، وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 من دجنبر الحالي. وأوضحت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد 19 في بلاغ لها أن مرض ذلك يعود إلى الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون على مستوى العالم وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغرب. وحثت السلطات المغربية بشدة المواطنين المغاربة المعنيين بهذا الإجراء والراغبين في العودة إلى المملكة إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل عودتهم قبل هذا التاريخ. وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار. وعلى المستوى العالمي تتوالى الأخبار حول الانتشار السريع جدا للمتحور أوميكرون. المملكة المتحدة أعلنت أمس أنها تواجه فورة إصابات بكوفيد 19 نتيجة انتشار أوميكرون بتسجيلها أمس أكثر من 78,600 إصابة خلال 24 ساعة، وهي السابقة منذ انتشار الوباء. كما تشهد جنوب إفريقيا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكوفيد 19 الذي أكدت بسبب أوميكرون الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح على الأرجح متفشيا في معظم دول العالم. عبد الوهاب الكاراتي.
منظمة الصحة العالمية تعلن أن المتحور أوميكرون ينتشر بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، وأصبح متفشيا في معظم دول العالم، مضيفة أن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، وأنه موجود في معظم الدول حتى لو لم يتم رصده بعد. وقد سجلت بريطانيا رقما قياسيا من الإصابات اليومية بكوفيد 19 نتيجة انتشار المتحور أوميكرون، بلغ أزيد من 78 ألف إصابة، وهي سابقة منذ انتشار الوباء قبل عامين. ولمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بالمتحور، أطلقت الحكومة البريطانية حملة للتلقيح المعزز على نطاق واسع لإعطاء جرعة إضافية لجميع البالغين بحلول نهاية هذا الشهر. وقد تلقى 45% من السكان جرعة ثالثة، فيما حصل 81% فوق 12 عاما الجرعتين الأوليتين. وقد صرح رئيس الوزراء بأن موجة أوميكرون ما زالت تجتاح كل أنحاء المملكة المتحدة. وبعيدا عن أوروبا، القارة الإفريقية تشهد ارتفاعا حادا في الإصابات بكوفيد 19 منذ رصد المتحور أوميكرون لأول مرة في جمهورية جنوب إفريقيا في شهر نوفمبر الماضي، وتعد هذه الدولة الأكثر تضررا من الفيروس، حيث سجلت الأسبوع الماضي أكثر من 122 ألف إصابة نتيجة المتحور أوميكرون. وعلى إثرية الانتشار المتزايد للمتحور أوميكرون عبر دول العالم، شرعت عدة دول أوروبية بينها إسبانيا أمس في تلقيح الأطفال دون سن 12. ونبهت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية إلى أنه يجب اتخاذ إجراء صارم بشكل عاجل لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون، كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تقييمها لمخاطر المتحور الجديد على الصحة العامة إلى عالية جدا، وأوصت بسلسلة من التدابير بينها العودة إلى العمل عن بعد وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد الميلاد. الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 تبقى طوق نجاة لبلوغ المناعة الجماعية مع تزايد انتشار متحور أوميكرون عبر العالم ودخول أولى الحالات إلى بلادنا. حافظ الهواري. يبدو أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كوفيد 19 تسير بوتيرة بطيئة ببلادنا، فأغلب المواطنين اطمأنوا للجرعة الثانية وظنوا أنهم في منأى عن خطر الإصابة، ناسين أو متناسين أن للفيروس متحورات ظهرت وأخرى في طريق الظهور في الوقت الذي تتراجع فيه فعالية الجرعة الثانية بعد 6 أشهر. ظهور هذا الوافد الجديد المتحور أوميكرون الذي قد يخلق بعض التحديات وبعض الإكراهات. الآن الحالة في المغرب الوبائية هي مستقرة، وهذه الإجراءات هي من باب تأكيد والحفاظ على المكتسبات التي حصلنا عليها إلى حد الآن. كوفيد 19 لا زال يواصل انتشاره في عدد من دول العالم، لذلك تواصل بلادنا العمل للحد من انتشاره بمجموع التراب الوطني من خلال تدابير تجمع بين الإجراءات الوقائية وعملية التلقيح وحس المسؤولية. وأنا بالمحكم الموقع اللي كنت واجد فيه في التجارة كنحط المواطن على أخذ بالاحتياطات وأخذ الجرعة الثالثة. كنصح الناس اللي باقي ما داروش هاد الجلبة الثالثة يمشيوا يديروا هاد الثالثة باش نوصلوا الحماية الجماعية إن شاء الله. تمكن المغرب من تدبير الجائحة بتفان، واتسم هذا التدبير برؤية استباقية، ويعتبر التلقيح في الوقت الراهن أهم التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية الوطنية، خصوصا أمام انتشار متحور أوميكرون. وفي المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس أنه لم تسجل ببلادنا أي حالة وفاة جراء كورونا، بينما تم تسجيل 221 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد 19، وبلغ عدد المتعافين 288
شخصا. وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كذلك أن 2,160,693 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22,808,589 شخصا مقابل 24,481,518 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا أثرت على الوتيرة التصاعدية لقطاع النسيج والألبسة ببلادنا، وللبحث عن سبل إنعاش القطاع وولوج أسواق جديدة بالقارة الأوروبية، عقدت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة لقاء بالدار البيضاء بدعم من مركز الترويج للواردات CBA التابع لوزارة الخارجية الهولندية، الذي يوفر برامج تدريبية حول التصدير نحو السوق الأوروبية، والهدف تشجيع صادرات النسيج نحو بلدان شمال أوروبا. فاتحة أمغار وعشور بن مسعود. حوالي 35 مقاولة في قطاع النسيج والألبسة ستستفيد من تدعيم برنامج CBAE المغرب، برنامج نموذجي يروم فتح أفق أمام هذه المقاولات لوروج أسواق جديدة خصوصا بأوروبا الشمالية، مما سيساهم في رفع نسبة التصدير في القطاع ببلادنا. قصد ديالو هو باش نساعدوا شركات مغربية في القطاع ديال الملابس والنسيج باش يصدروا في الأسواق أوروبية الجديدة من غير فرنسا وإسبانيا، البلدان بحال هولندا بحال السويد دنمارك يعني سكندينافي. مقاولات النسيج والألبسة المنخرطة في البرنامج ستستفيد من إعادة التأهيل استجابة للمعايير المعتمدة بالأسواق الدولية اجتماعية وبيئية. البرنامج غادي يهم من 31-35 مقاولة في مرحلة أولى، وهي باش تعطي واحد تشجيع المقاولات الاخرى. الى هذا البرنامج نجح غادي تشجيع المقاولات الاخرى باش ياخذوا نفس النهج ويحاولوا ينوعوا مصادر الصادرات ديالهم. اللقاء اكد على اهميه الرفع من نسبه صادرات قطاع النسيج والالبسه لاوروبا الشماليه، خصوصا انه حقق نسبه 75% من الصادرات لكل من فرنسا واسبانيا. ومعنا مباشرة من الدار البيضاء السيدة فاطمة الزهراء العلوية المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. إذن السيدة العلوية، كيف يساهم برنامج CBA المغرب في دعم قطاع النسيج والألبسة لولوج أسواق جديدة في أوروبا الشمالية؟ هذا البرنامج ديال CBI هو برنامج بحال اللي تقال ديال الحكومة ديال هولندا، اللي كينطابق مع الرؤية الجديدة لقطاع النسيج والألبسة اللي قدمتها الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة اللي سميناها دايم موراكو. هذا البرنامج كينطابق مع واحدة من الأولويات ديال هذا الرؤية، اللي هي تنويع الأسواق للصادرات المغربية، ومن بين هاد الأسواق عندنا السوق أوروبا الشمالية. فالهدف من هذا البرنامج هو تدعيم المقاولات المغربية ديال قطع النسيج والألبسة للولوج في هاد الأسواق ديال أوروبا الشمالية. نعم السيدة العلوي، واش كاين معايير خاصة بالنسبة لصادرات النسيج والألبسة الموجهة لبلدان أوروبا الشمالية تستجيب لطلبات الزبناء في هاد المنطقة؟ اليوم عندنا مقاولات مغربية في القطاع اللي كتصدر لهذه الأسواق ديال أوروبا الشمالية، والهدف عندنا حنايا هو أننا ندعموا أكثر من المقاولات باش يصدروا لهذه الأسواق. قمنا بدراسات على طلبات ولا الطلبيات والمعايير اللي كي يطلبوها الزبناء في هذه الأسواق، واستخلصنا ثلاثة ديال المعايير الأساسية. المعيار الأولاني هو الاستدامة في البيئة والاستدامة الاجتماعية. المعيار الثاني هو القرب الجغرافي. هاد الزبناء كيطلبوا
أن الإنتاج يكون قريب للأسواق ديالهم باش يتمكنوا أنهم يوفروا للمستهلكين ديالهم منتوج جديد في أقل وقت ممكن. والمعيار الثالث هو المرونة في الإنتاج بالنسبة لحجم الطلبيات. ويمكن لي نأكد لكم اليوم بأن المقاولات المغربية في قطاع النسيج والألبسة عندها جميع الكفاءات باش تستجب لهذه المعايير هذه. شكرا لك على هذه التوضيحات السيدة فاطمة زهراء العلوية المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. تم درس الأطفال في وضعية إعاقة بجهة قلميم ودنون بين الإكراهات وتعدد المتدخلين، شعار أثر أشغال الملتقى الجهوي الأول للتربية الدامجة الذي نظمه مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في مجال الإعاقة بطنطان، لقاء غايته النهوض بأوضاع التلاميذ في وضعية إعاقة من خلال توفير الدعم والمواكبة اللازمة لإدماجهم في الحياة الاجتماعية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد عبد الكريم بيكورن رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة قلميم ودنون. إذن سيدي، جهود حثيثة تنخرطون فيها لتحقيق إدماج عادل ومنصف للأشخاص ذوي الإعاقة في المدرسة العمومية، شنو تقييمكم للمجهودات المبذولة في هذا الإطار؟ شكرا سيدتي على الاستضافة. كما تتعرفوا التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون انخرطت في هذا الوقت عبر أربعة مداخل أساسية. المدخل الأول هو توسيع العرض المدرسي وتمكين جميع الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة من الولوج إلى المؤسسات التعليمية، حيث مرينا سنة 2019 الموسم الدراسي 2019-2020 من 256 تلميذ إلى حاليا ما يقارب 500 تلميذ في وضعية إعاقة لتتابعوا الدراسة ديالهم بالمؤسسات التعليمية. المدخل الثاني هو تقوية كفاءات وقدرات يعني المدرسات والمدرسين في مجال التربية الدامجة، وفي هذا الصدد تمت يعني خلال سنة 2021 يعني إنجاز ما يقارب 12 دورة تكوينية على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية الأربعة تابعة لها، مديرية طنطان، مديرية سيدي فني، السزاق، ومديرية قلميم. النقطة الثالثة والمهمة أيضا هي تكييف الامتحانات الإشهادية والمراقبة المستمرة مع خصوصية هذا الأطفال في وضعية إعاقة، وبالتالي ارتفع العدد ديال التلاميذ المستفيدين من هذه التكييفات هذه على مستوى إما المراقبة المستمرة أو الامتحانات الإشهادية. والنقطة الرابعة والمهمة جدا هي التواصل والتعبئة المجتمعية مع مختلف المتدخلين من أسر وجمعيات شركة. طيب كيفاش كان تفاعل الفئات المستهدفة؟ تفاعل إيجابي، يعني الأسر، احنا بتواصل مستمر مع الأسر، وانا نبغي نوجه واحد الرسالة لجميع الأمهات والآباء ديال هاد التلاميذ في وضعية إعاقة، نقول لهم بأنه المؤسسة التعليمية على مستوى الجهة هي فتح الأبواب ديالها لجميع الأبناء ديالكم، يعني الأبناء في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة. حينما تكلم عن الوضعيات الخاصة، التلاميذ الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل اجتماعية إلى آخره، رحنا في الأكاديمية وفي المديريات الإقليمية راه الإشارة، ما ترددوش أنكم تجيوا لعندنا، تمشوا للمؤسسات التعليمية من أجل تسجيل أبنائكم. شكرا لكم على هذه المعطيات السيد عبد الكريم بيكورن معذرة الوقت، رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة قلميم ودنون، شكرا لكم. ونختم النشرة من أكادير. وفي خطوة تنم عن الثقة وحسن المبادئ، أقدم سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير على إعادة مبلغ مالي هام إلى صاحبه بعدما عثر عليه وهو في الطريق بأحد أرصفة شوارع المدينة. حجب تامك ومحمد حسن مسكور.
للأمانة عنوان، هذا ما ينطبق على سائقي سيارة الأجرة الصغيرة حسن ومحمود الذي قام بعمل نبيل بعدما أقدم على إعادة مبلغ مالي هام وجده على الرصيف بأحد شوارع مدينة أكادير في محفظة إلى جانب وثائق أخرى. فرحان بأننا ديت واحد الأمانة للسيد، ودوك الفلوس الله أعلم، يقدر أي واحد يكون في بلاصة السيد، قدر يتسطى، قدر ينتحر، قدر يتشلل. وخا خديتي دوك الفلوس انت حتى واحد ما تقولها لي، حيت حتى واحد ما شافني الا الله، ولكن الضمير ديالي ما عمرني غنرتاح. غادي تبرع بها ولادك وبدا ياكلوا، ولكن هما مسكين ما غاديش يحسوا بان دوك الفلوس منين جاوا، ولكن غبدا ياكلوا تشوف فيهم ما غاديش ترتاح. تعطات لي واحد الرخصه ديال الثقه من عند السلطات ديالها هي الاولى بهذا، يعني راه عنده واحد الرخصه ديال الثقه بان هاد الناس داروا فيه ثقه، باش حتى الناس اخرين راه كيهز ولاد العيالات ديال عباد الله، كيهز البنات ديال عباد الله، يعني واحد الثقه اللي تعتاد ليه وهي خص يكون هو قدها. عمل نبيل لقى صدى طيبا واستحسانا من لدن المواطنين وكذا سائقي سيارات الأجرة بأكادير، والتي تنم عن روح الثقة التي يتحلى بها حسن ومحمود. تاكسي باقين فيها أولاد الناس وباقين فيها الخير، غير الناس دابا كيتلقاو حوايج ثمينه، كتوجد حوايج ثمينه في الطاكسي، وكنحاولوا نردوها للموالي، لقيناها بشي طريقه كنوصلوها ليه، ما لقيناش كندوها للبوست ديال البوليس فين كاين واحد القسم ديال الضائعات عندنا في التنقيط. فعلا بادره طيبه، كنتمنوا ان الشعب المغربي انه ياخذ حذو هذا الشخص هذا، وهذه فرصه ان ابناء ديالنا حتى هما نربيهم على هذا الخصال هذا، وكنتمنى انه جميع المغاربه يمشوا على هذا المنوال. ورغم صعوبات الحياة اليومية وضيق ذات اليد، إلا أن حسن ومحمود أبى أن يجسد نموذج الإنسان صاحب الثقة والمبادئ. النشرة تذكير بالعناوين: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، حالتها الصحية مستقرة والأمر يستدعي منا جميعا الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية والانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح. أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة في معظم دول العالم، وعدد من الدول الأوروبية تشرع في تلقيح الأطفال دون سن 12، ودعوات أوروبية لاتخاذ إجراءات صارمة بشكل عاجل لمواجهة هذا الوضع. الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا كانت لها انعكاسات على قطاع النسيج ببلادنا، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة تبحث عن تعزيز الصادرات نحو أسواق جديدة في بلدان شمال أوروبا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.